الكاريبي اجيلك يمكن نفس الكلام، 4 جولات. شاركت في كام جوله؟ انا شاركت في 3 منهم بس يعني ما توفقتش، كسبت في اخر واحده بس. اخر واحده ليه؟ اذربيجان. انت جاي فضه صح؟ جبت فضه ما شاء الله، برضه ترتيب جاي جدا. الحمد طب لله. طب هو يعني شاركت الثلاثه مين؟ شاركت فين؟ شاركت في البرتغال ولا في الفجيره؟ شاركت في الفجيره وكانت قبليها ايه، بطوله العالم ولا الرباط؟ لا ما شاركتش فيها. كان انا اخر حاجه لعبها كانت بطوله العالم والفجيره. طب وبطوله العالم عملت ايه؟ كنت جبت 7 يعني، ما توفقتش. كويس، 7 كويس، 7 كويس جدا. الحمد لله يعني. انت بالنسبه لك بتقول انا ما توفقتش، انت عايز ميداليه. الكاراتيه دايما انا بس عايز اوصل للناس، الكاراتيه لو ما جابش ميداليه بيبقى ما لعبش، لانه يعني انتوا لعيبه يعني مستوى عالي في اللعبه. دي حقيقه. احنا مصر احنا الحمد لله يعني كويسين في اللعبه، عندنا عدد كبير وكلهم ابطال، وثلاث ارباعنا ابطال عالم مره واثنين. فهي الفكره بس ان ايه، احنا دايما متعودين على الميداليات بس. نعم. الحمد لله يعني. الحمد لله يعني. انا بوضح للساده المشاهدين يعني، سابع بيقول لك انا موفق، في فرقه ثانيه يعني او لعيبه ثانيه يعني لما بيجي بس بيقرب بالعشره بيقول لك انا عملت انجاز. طيب خلينا اتكلم عن الاولمبياد، يعني يمكن هو الهدف ده كله كان الاولمبياد. الاولمبياد اللي فاتت احنا شاركنا والحمد لله وفقنا ميداليتين في ريال اشرف وجيانا فاروق، وما توفقناش يعني. انت محمد كان يعني من الناس متوقعه لك ميداليه ولا حاجه، عادي جدا ربنا بيعوض. يعني تتمنى تاني الكاراتيه ترجع في الاولمبياد؟ طبعا طبعا. هو الاولمبياد هي دايما الـ يعني اهم بطوله في لاي رياضي يعني، هي اولمبياد، فدي اهم بطوله لاي حد يعني طبعًا. يتمنى ان هو يلعبها، فدي توب ليفل يعني. بس طيب النادي الاهلي، النادي الاهلي ساهم ازاي في تكوينك كلاعب يا كريم؟ يعني ساهم ازاي انت وصلت للعالميه كده من النادي الاهلي ازاي؟ ايه اللي قدمه لك النادي الاهلي؟ والله انا الناس بس اللي في النادي يعني هم دايما كانوا داعمين. انا بس عايز اقول حاجه فضل. صغيره. دكتور مهند مجدي. طبعا. دكتور مهند مجدي انا اتمرنت معاه، انا جايب ميداليتين في الدوري العالمي، انا لعبت اصلا يعني الميداليتين اللي جبتهم هم واحده ذهب وواحده فضه، واحده كانت في 2018. كان مدربي هو دكتور مهند مجدي. والله يعني انا البطوله الوحيده اللي جبتها ده كانت مع بس دكتور مهند كان ساعتها عضو مجلس اداره وكان بيمشي يشرف على تمرينك وقاعد معاك. كان بيمرن ساعتها، كان عنده وقت وكانت الدنيا لسه في الاول اعتقد. فكان دلوقتي هو جامد. بس موجود معاكم؟ بالظبط. لا هو متواصل معايا، انا عن نفسي هو متواصل معايا على طول. هو دايما يعني بيساعد بكل الطرق بصراحه يعني، ربنا يكرمه. ودكتور مراد طبعا عاصم الروحي. طبعا طبعا هو معايا على طول. ويعني انا لسه راجع بلعب بقالي سنتين، انا كنت وقفت فتره كده. ليه وقفت ليه كده؟ ظروف يعني زروف. حصلت ظروف كده دروب. فانت وقفت كام سنه بالظبط يعني؟ وقفت من رجعت في 2000، وقفت 3 سنين من 2015 لغايه 2018. رجعت لعبت البطوله دي مع دكتور مهند مجدي بالظبط، ومع رمضان برضو. وبعدين يعني وقعنا تاني ورجعت لسه من سنتين بالظبط. سنتين وتاخد ميداليتين يبقى والله الحمد لله. هو حتى البطوله اللي فاتت دي كانت يعني رزق من عند ربنا. انا والله تعبان بقالي سنتين بحاول وبزق الدنيا يعني، ودكتور مراد كان بيساعد، وكابتني كابتن محمد فاروق، وطبعا في ناس كتيره، كابتن احمد بياضه، كابتن عمر جلال، مش عايز انسى حد، كابتن محمد عاطف. يعني دول الناس دي كانت بتزق معايا وما كانتش مستنيه حاجه، انا جاي من بعيد طبعا، فهم كانوا بيزقوا الدنيا، فانا بشكرهم بس على هواه. وكابتن تامر فتوح ده يعني ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله، يوم بألف سلامه. وبس يعني طبعا بنضم صوتنا لصوتك وبنشكرهم اكيد، لان ما شاء الله قدامنا ابطال عالميين قاعدين معانا.